باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح 32 من اول الايه 22. ثم قام في تلك الليله، بيكلم عن ابونا يعقوب، واخذ امراتيه وجاريتيه واولاده الاحدى عشر وعبر مخاصمه يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده. وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فانوئيل، قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فانوئيل وهو يخمع على فخذه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة نهضة القديس بطرس، وكتر خير الآباء يعني أنه سمحوا لنا نأخذ بركة القديس بطرس وبركتكم. من أروع أعمال ربنا الخلقة، يعني لما تحب تشوف إبداع الله تنظر لخلقته وكيف يخلق. في الحقيقة اللي أكثر إبداعا من الخلقة هو تجديد الخلقة، أعمال ربنا الخلقة. وتجديد الخلقة طبعا في جانبها يعني الأساسي من جهة تدبير الخلاص، ومن جهة تعامل الله مع كل نفس فينا علشان يجعلها على صورته. لذلك زي ما قال بالعام يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله. يعني عايز تشوف عمل ربنا، بالعام ابن بعور بيدي المثل بإزاي ربنا حول يعقوب لإسرائيل. يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله. من أروع الصور اللي ربنا أصلح فيها طبيعة إنسان وسلوكه وحياته هو أبونا يعقوب. فلذلك بيلز لينا أن احنا نتأمل كتير في حياة أبونا يعقوب، لأن بنشعر أنه أقرب صورة لينا في الكتاب المقدس هو أبونا يعقوب. عادة لما بنقرأ العهد القديم بنشوف طبيعتنا البشرية الملوثة بالخطية. يعني كل العهد القديم بيوريك طبيعتي وطبيعتك. العهد الجديد بيورينا الخليقة الجديدة في المسيح يسوع. فاحنا هنتأمل مع بعضينا بنعمة ربنا سريعا في حياة أبونا يعقوب، نشوف كيف كان وكيف أصبح، نشوف التحول التغيير من يعقوب إلى إسرائيل. هنتكلم في أربع نقاط: يعقوب في بيت أبوه، وده هيمثل النفس البشرية في نشأتها الأولى، في تربيتها، في طباعها الرضية. بعد كده هنشوف يعقوب وهو في الطريق إلى حران عند خاله،
وهيتقابل مع الله، اللي هتمثل بقى مرحلة تانية في حياة النفس. تبتدي النفس تقابل مع ربنا بعورها بخطاياها بشرها، ايه موقف ربنا منها في الحالة ديت. بعد كده ناخد المرحلة الثالثة، يعقوب في حران عند خاله. هنشوف بقى هنا التدريبات الإلهية، ازاي ربنا بيصلح النفس ديت. بعد كده يعقوب في طريق العودة، المشجعات بقى اللي ربنا بيسند بيها النفس. ثم ختاما الجزء اللي انا قريته ده، ده ملخص حياة يعقوب. بنعمة ربنا الوقت يتسع، نقدر نشبع من الاربع نقاط دول. النقطة الأولانية، أولا حياة أبونا يعقوب هنلاقيها في سفر التكوين، تحديدا تكوين 25 لغاية 35. وبعد كده هتبقى فيه إشارات ليعقوب متداخلة مع حياة يوسف. يعقوب هو ثالث الآباء البتركة، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول اللي احنا بنذكرهم في المجمع، أول ناس بنتشفع بيهم آباؤنا الأطهار، هم دول إبراهيم وإسحاق ويعقوب. رؤساء الآباء دول الاثنى عشر ولاد أبونا يعقوب. أولا يعقوب في بيت أبوه، النشأة الأولى بتاعت يعقوب. طبعا عارفين كلنا عيلته، أبوه أبونا إسحاق وأمه أمنا رفقة. تكوين 24 إسحاق اتجوز رفقة، القصة بتاعت أليعازر الدمشقي. وبعد كده أمنا رفقة كانت حبلة في ولدين توأم، اللي نزل الأول اللي هو البكر عيسو، وبعد كده نزل يعقوب. أول حاجة هنلاقيها في حياة أبونا يعقوب، إزاي احتال على أخوه عيسو عشان ياخد البكورية. عيسو كان إنسان صيد، ففي مرة كان بيصطاد وراجع معية تعبان. يعقوب كان شوية بيتوتي يعني، ما بيجنب ماما كده، فلذلك هو كان محبوب لرفقة أكتر، وبرضو واضح إن هو يعني خد منها برضو شوية إيه، يعني بيعرف يطبخ من قعدته جنبيه، فعمل كده لنفسه طبق عدس حلو وقعد يأكل. فعيسو راجع جعان، قال له إني معي، اطعمني من هذا الأحمر. عايزك تتخيل يعني أخ جاي وتعبان وبيقول لأخوه أكلني معاك، اتفضل أخويا. لا يعقوب قال لك بس فرصة، مفيش حاجة ببلاش. طبعا احنا لما بنتكلم مع ابونا يعقوب حبايب، احنا بنتكلم، انا بشوف نفسي بقى يعني، انا مش ببص ليعقوب، انا بشوف نفسي في يعقوب، بشوف الطبيعة العتيقة بتاعتي في يعقوب. فرصة مصلحة، وجات لي فرصة ولازم انتهز، والحياة فرص، والشاطر ايه اللي ما يفوتش، وده اللي جال هو اللي يعني، بص تبريرات النفس يعني. قال له بيعني اليوم بكوريتك، قال له مفيش حاجة ببلاش، هأكلك تديني المقابل. ايه المقابل؟ قال له تبيع لي البكورية. طبعا عيسو ما كانش انسان روحاني، احتقر البكورية، قال له اني ماضي الى موت، فماذا لي بكورية؟ ما عم احنا هنموت، بكوريتي وبتاعتي، اكلني. فاحتال على اخوه، انتهز احتياج اخوه، استغل اخوه عشان يحصل على حاجة هو عايزها. طيب هو كده خد البكورية من عيسو. أبونا إسحاق كبر، الكلام ده تكوين 25. تكوين 27 أبونا إسحاق كبر وقال لعيسو، قال له يا ابني روح اصطاد واعمل لي أكلة كما تحب نفسي. يعني برضو واضح أنه أبونا إسحاق كان من النوع اللي يحب الأكل يعني.
قال له اصنع لي أطعمة كما أحب وتعال علشان تباركك نفسي. مين سمعت؟ رفقة. وزي ما قلنا رفقة بتحب يعقوب أكتر، فراحت منادية يعقوب وقالت له روح هات جديين وتعالى أعمل أكل اللي بيحب أبوك إسحاق، وادخل خد البركة. كان أبونا إسحاق كان إيه؟ كبر وعجز ونظره ضعف. يعقوب خاف، قال لي أنا ممكن أخد لنفسي لعنة بدل البركة، أبويا هيجسني. عيسو كان مشعر، يعقوب كان أملش شوي. قلت له ما تخافش، لعنتك عليا يا ابني. وراحت ملبساه لبس عيسو والمناطق اللي ايده وعنقه اللي هي الحتت اللي مكشوفه دي، راحت جايبه جلده معزه وراحت ايه مغطيه بيها، وشجعت اسحاق انه وشجعت يعقوب ان يدخل لابونا اسحاق. فدخل يعقوب لاسحاق، كذب اربع حاجات. بيقول مين؟ اسحاق مش شايف. قال له اول حاجه انا عيسو بكرك، ادي اول كذب. تاني حاجه قال له فعلت كما كلمتني، ما كلمكش انت ده كلم عيسو، بس هي رفقه سمعته، فدي تاني كذبه كذب عليه. تالت حاجه قال له كل من صيدي، انت ما اصطدتش، انت رحت جبت جديين ومنى رفقه عملتهم لك. فبيقول له يا ابني انت جيت بسرعه ليه؟ قال له الرب قد يسر لي. برضو كدبه نمره ايه؟ نمره اربعه. فراح مباركه. بعد كده لما جاء عيسو جاي بقى وراح يصطاد وجايب اكل لابوه، فارتعد اسحاق، الله امال مين اللي خد البركه؟ ونعم يكون مبارك، مش ما فيش فيها رجعه يعني. فكانت النتيجه يقول الكتاب انه حقد عيسو على يعقوب. بس بقى شخصيه عيسو يقول لك ايه؟ قربت ايام مناحه ابي فاقتل اخي يعقوب. يعني لو بلغة النهاردة عايز توصف عيسو هو يعني ايه؟ الجنتلمان يعني. راجل صيد، بيعرف يعني ياكل بدراعه يعني، يعمل تقدير لابوه. انا هموت اخويا بس انا احتراما لابويا هستنى لما ابويا يموت، فيعني ايه؟ لكن طبعا انسان العالم، الروحيات دي ملهاش تمن عنده. فمين سمعت؟ رفقة. فخايف على يعقوب، قالت له اهرب إلى أخي لابان إلى حران وأقم عنده أياما حتى يرتد سخط أخيك، وراحت مهربة. تعال في ضوء اللي احنا وصفناه دوت اوصف شخصية يعقوب. نمرة واحد، إنسان مخادع، استغل احتياج اخوه، مفيش اي مشاعر، مفيش عنده حاجه ببلاش، كل حاجه ليها ثمن، وما يعملش يعني حاجه كده لله زي ما بيقول. عايز تاكل بيعني البكوريه. طب دي نمره واحد. نمره اتنين، نهاز الفرص، انه لما جات له الفرصه قال لك فرصه اخويا جعان، هو في اي وقت هروح اقول له اديني البكوريه مش هيدهاني. فانتهز الفرصة حتى لو فيها يعني استغلال لأخوه. ده مش بس كده، ده استغل شيخوخة أبوه، ضعف إسحاق وضعف نظره. يعني إنسان ببساطة عايش بمبدأ يعني إيه الميكافيلي ده، اللي هو الغاية تبرر الوسيلة. أنا ده عايز حاجة بأي سكة، المهم أوصل للي أنا عايزه. دي شخصية يعقوب، دي نشأة يعقوب، دي الطبيعة الأولى بتاعت يعقوب.
إنسان مخادع، إنسان بيستغل ضعف الآخرين ويركب عليهم وينتهز الفرص، إنسان ما بيحترمش حتى يعني ضعف الآخرين، شيخوخة أبوه دوت. أقدر أشوف فيها يعني النشأة الأولى اللي أنا نشأتها أيا كانت بقى، ممكن ما كنتش بالظبط زي يعقوب، بس على مثال إنسان أناني، إنسان شهواني، إنسان محب للعالم، إنسان يعني أيا كانت بقى دي الحالة. تعال بقى بص مثل هذا الإنسان إزاي الله بيتعامل معه. هرب يعقوب رايح عند خاله لابان، فجت المحطة التانية في الطريق إلى حران. حران دي في أقصى الشمال. سفر التكوين 28 يقول صادف مكانا وبات هناك. بص اللقاء بربنا بقى، الشخصية ديت أو النوع ده أو الإنسان دوت أو الطبيعة ديت أو الخاطي دوت، يهيأ ربنا له فرصة أنه يتقابل معاه. بص بالنسبة ليعقوب، صادف مكانا وبات هناك وأخذ من حجارة المكان ووضع تحت رأسه فاضطجع. طبعا هربان خايف، ممكن أعيسه بيطاردني، رايح لمجهول، ضميره تعبه من اللي هو بيعمله. صادف مكان وبات هناك، شاف الحلم، سلم منصوبة من الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهو ذا الرب واقف عليه. فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. طبعا عارفين السلم ده ربنا يسوع، ده اللي تجسده ربط السمائين بالأرضين، أوجد لنا طريق للسماء. أيضا الحجر هو ربنا يسوع، الحجر اللي قطع بغير يد زي ما شافه دانيال. يعني عايز يقول إن يعقوب تقابل مع المسيح. طيب إيه رأيك لما ربنا يسوع يقابل إنسان بالمنظر دوت؟ ده واحد لسه كده خاطي ويدوبك إيه يعني، يدوبك عرف طريق ربنا، لسه جاي بوحشته بحياته الأولى بفساده. أنا أتوقع لما ربنا يشوفه إيه اللي أنت عملته ده، حد يعمل كده؟ تعمل كده في أبوك، تعمل كده في أخوك، أنت إيه، أنت مش عارف إيه بتاع ما؟ في الحقيقة لا، لما ربنا يسوع تقابل مع النفس ديت، ده واحد خاطي بقول لك لسه جاي، لسه في بداية العلاقة بربنا، عمل إيه ربنا؟ قال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. اللي ما فيه كلمة توبيخ، اللي ما فيه كلمة عتاب، اللي ما فيه تعنيف، آدي الإنسان الخاطي أول ما يتقابل مع ربنا. بص مثل الابن الضال، قل لي الولد دوت يعني بعد اللي عمله ده، مرة واحد يعني راعي في كنيسة يعني، فجاب راجل رسام وقال له اقرا لوقا 15 وارسم لنا لوحه تعبر عن القصه ديت. فالراجل الرسام مش مسيحي، قرا القصه فرسم بيت وانوار والاب ومش عارف ايه وبتاع والولد، بس خلى الاب ماسك عصايه. فالراعي بيقول له ايه دوت؟ قال له هو الواد ده لازم كده ياخد له عصايتين. قال له بس القصة ما فيهاش ايه؟ القصة ما فيهاش عصايتين، بالعكس الكتاب يقول لك انه فلما رآه ابوه رقد. ما فيش موقف في الكتاب شفنا الله بيرقد، ما ابوه ده يمثل الله الاب، عمر ما شفنا ربنا بيجري. بالعكس ده لما كان رايح يعاقب، لما آدم غلط يقول لك سمع صوت الرب الإله ماشيا مش بيجري. ليه؟ ما هو رايح يعاقب، فيعني ايه يعني ما مش عايز يروح، انجاز يعني نقول. لكن الولد وهو راجع ابوه عارف اللي بيعتمل في قلبه،
انا وحش، انا مش نافع، انا ماليش دخول كنايس، انا ربنا رفضني بقى، انا بعد العمله اللي انا عملتها ده، انا ضحكت على فلان، ده انا خميت فلان، ده انا حتى ابويا عملته وسويت فيه، ها؟ فالضمير مصقر، ربنا عارف. فيعمل ايه؟ جري، لانه عارف انه ممكن يعني وهو جاي من ثقل الضمير ده ممكن يرد تاني. فطلع يجري وقع على عنقه وقبله. طبعا قبول الله للخاطئ يا احبه يعني اروع صوره تمثل الايمان المسيحي هي ديت. ازاي الله يعني مترفق جدا بالانسان الخاطئ، ازاي الله شفوق جدا، ازاي الله يسعى بكل الوسائل بدون كلمه عتاب للولد، حتى الكلمه اللي كان واد عايز يطقها ابوه ما خلوش يكمل. انت خاطي ماشي قول اخطات الى السماء، ما اعترف، لكن لست مسألة، ما دي ما تتقالش. بص ترفق الله، بص ربنا يسوع لما في يوحنا 21 تراءى للتلامذة بعد قيامته وحواره مع بطرس، ايه اللطف دوت، ايه اللطف اللي ربنا اتعامل بيه مع بطرس، حتى لما حب يفكروا يعني بخطيته بطريقة في منتهى اللطف، ويمكن مش أي حد يفهمها، لما بيكرر ثلاث مرات أتحبوني أتحبوني أتحبوني، بطرس فيه، فحزن بطرس لأنه قال لها ثالثة أتحبوني. فدي لقاء ربنا مع إنسان لسه خاطئ، واحد لسه جاي من العالم، لا وقت توبيخ ولا وقت تعنيف ولا وقت مراجعة، تعالى بس تعالى يبتدي يعيش مع ربنا، يبتدي ربنا يصلحه. ليه يصلحه؟ لأنه لو سابه خلاص، أنا يا عبا هطلع بعد المقابلة إيه، خلاص يبقى يعني ربنا راضي بقى أن أنا أستغل، أن أنا أبقى مخادع، إن أنا أبقى مفيش شفقة، إن أنا أنتهز فرص، ما خلاص ما هو موافق على كده. فلو لو لو أبوه خده وسابه بنفس العيشة دي ونفس المبادئ دي ونفس الأفكار دي جوه البيت، هيظل يتعامل مع أخواته بالمنظر دوت. فهو قابله بس حي إيه؟ هيصلحه. بصوا بقى إصلاح ربنا، طبعا ابونا يعقوب بقى لما شاف المقابله الحلوه بتاعت ربنا ديت، هو لسه فكره برضو محصور في الامور الماديه، ولسه ايمانه بقول لك دي بتمثل النفس اللي يدوبك لسه جايه تبتدي الحياه مع الله، من ناحيه ربنا قابلها وبدون عتاب وبدون مراجعه، بس تعالى بس. يبقى واحد مثلا وحش كده بعيد عن الكنيسه، اب كده يبقى حكيم، يعني ابونا بشوي كان كده، ايه طب تعالى حبيبي تناول، يا عم ده بيعمل وبيسوي. ولا ايام كان ابونا بشوي كانت ايه، ما رجعت بقى الحكايه دلوقتي، الخنافس دول ويعملوا شعرهم، الايبس دول كانوا ايام زمان في السبعينات، فايه كان كله بقى بينتقد، ايه الولد اللي دخل لنا بشعر طويل ده، طبعا كانت وقتها حدوته يعني. وازاي ابونا يسيبه وازاي يناوله، واحد لسه ده يعني ده جاي من مستنقع خطايا، لسه مش وقت مراجعة ووقت محاسبة ووقت تقويم سلوك، تعالى بس تعالى ادخل دوق، ادخل افرح، ونبتدي بعد كده ايه نصلح في السكة. فأبونا يعقوب لسه برضو فكره يعني ايه مش روحاني، فيقول لك ايه، نظرا قائلا إن كان الله معي، يعني دي ضد الإيمان يا أبونا يعقوب، يعني هو بيقول لك ها أنا أكون معك وأردك إلى هذه الأرض، هو بيقول لو، معلش لسه ما ترباش في الإيمان، ماشي مقبولة برضو. طب إيه اللي شغلك يا يعقوب؟ ده ربنا قال له في البتاع، قال له الأرض اللي أنت شايفها ديت شمال حدها لك ولنسلك، عارف هو كل اللي شغله إيه؟ إن كان الله معي وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام لبيت أبي، كل اللي شغله عايزه يأكلني. ده أنا بقول لك يا يعقوب، ده أنت هتورث ميراث كنعان، هتورث السماء، قال بس ربنا يأكلني ويشربني. ماشي يا يعقوب، بقول لك لسه احنا ايه في الأول، ربنا بيتساهل مع الإنسان، بيترفق بالإنسان،
يتملقوا على الرأي ما قال هوشع. فأخذ حجر وصب زيت على هذا الحجر وأقام بيت لربنا. طيب وصلنا لحران، خلاص إحنا قبلناك وخدوا المسيح كده بعبله الولا وهو جاي زي ما هو، قالوا بس لازم بقى نبتدي إيه؟ نبتدي نصلح. إزاي ربنا بقى بيصلح؟ مبدأ الزرع والحصاد ده مبدأ مهم عند ربنا، وده أول قانون ربنا علمه للإنسان. أبونا آدم كان شغال فلاح في الأرض، ففهم آدم قانون ما فيش فيه فصال، مش محتاج شرح، إنه ما يزرعه الإنسان هي يحصد أيضا. فابتدى ربنا يتعامل مع أبونا يعقوب علشان يقومه، مش بيعاقب بقى أو مش بيخلص. ما أنا لو زرعت شوك وحصدت عنب أفضل أزرع شوك طول عمري، لكن لما أزرع شوك وتوجع من الشوك، لا يا عم سيبنا بقى من سكة الشوك ديت. فدي ربنا بيقوم سلوكنا، مش علشان ما بيحبناش، مش عشان رفضنا، مش عشان ربنا بيخلص الكلام بقى اللي يعني ممكن تسمعه من البعض، لا 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 لا، ربنا بيقومني. بص تكوين 29، أول ما وصل أبونا يعقوب في أرض حران وصل عند بئر خارج المدينة اسمه بئر حران، فهو قاعد كده بس لقى رحيل ما يعرفهاش لسه جاية وجايبة شوية غنم وجاية تسقيهم. ففي حجر محطوط على البير، الحجر ده كبير جدا لدرجة انه يستنوا لما كل الرعاة ييجوا عشان الرعاة كلهم مع بعضهم ايه يدحرجوا الحجر. ابونا يعقوب لسه برضو يعني ايه يعني فكر العالم وانسان العالم، لسه الله ما تعملش معاه يعني، واخده بحاله يعني بحالته. فعارف بقى يعني ايه شغل بقى الشبان، يعني خدته كده الحمية وبتاعه ايه، وشاف رحيل وعجبته وقام بقى ايه يعني ايه يفرد عضلاته، فراح ايه مدحرج الحجر لوحده وسألها الغنم. المفارقات العجيبة في كلمة الله يا أحبة، إن عند نفس المكان دوت، نفس المكان دوت عند بئر حران في تكوين 24، العازر الدمشقي راح يجيب أم يعقوب رفقة. بس بص الفرق بقى، يعني بين العازر خادم كبير خدام بيت أبونا إبراهيم، راجل تقي ومتعلم التقوى من سيده إبراهيم، وما بين يعقوب. العازر عند المكان دوت صلى إن ربنا ييسر له عشان يجد زوجة لأبونا إبراهيم، كان معاه إسحاق، وأبونا إبراهيم بعت كلام ده في تكوين 24 على حاجة قبل كده حصلت يعني، بعت العازر الدمشقي قال له روح حران قرايبنا اللي هناك دول وهات عروسة من هناك. فالعازر وصل عند البير دوت بئر حران ده هو وعايز عروسة. قلت لك يعقوب شاف رحيل عجبته وراح ايه فارد بقى درعاته وشغل الايه الجسد دوت. طب العازر الدمشقي لا ده صلى قال يا رب يسر لي الامر، عايز زوجة لابن سيدي، وحط علامة. ايه العلامة؟ تيجي جميلة شكلها حلو زي رحيل كده، قال لا، اللي هتقول اسقيك واسقي غنم يبقى هي دي اللي ربنا عينها زوجة لابن سيدي. يعني بص العلامة اللي حطها مش جميلة وحلوة ومش عارف ايه وبتاع، العلامة ان يبقى عندها روح الخدمة. ففي مجية رفقة فكصارت هي زوجة، وهنا يعني حقف يعني بس يعني ثلاث دروس كده يعني، طبعا معظمكم كبار يعني اللي انا شايفهم، لكن يعني في من يقبل على الزواج. يعني أبونا يعقوب جاي يتجوز هربان من مشكلة، في مشكلة في البيت، وأنا طبعا فاهمين بقى عيسو يعني والحدوتة، بس يعني خدها بقى على كدرس روحي، أنا عايز أتجوز ليه؟ هروبا من مشاكل، جوازة فشلانة.
يعني اي عريس يجي للبنت او الولد، اي عروسه، المهم ان انا اطلع من البيت دوت ومش عارف ايه، وابعد عن مش عارف ايه وبتاع، ده دي جوازه كده من بدايتها تبقى جوازه بايظه. طب نمره اتنين، ايه اللي عجبك في العروسه؟ شكلها حلو، القبول مطلوب، بس مش هو ده اساس الاختيار. الحسن غش والجمال باطل. جانب مش بننكره يا احب، لكن مش ده الاساس. فجوازه بايظه، ما هي جوازه رحيل دي طلعت متعبانه خالص. استعراض الجسد بقى، عايز يبين، عارف بقى شغل الشبان، وساعات يبقى شغل الكبار برضو. ايه يعني ايه؟ عايز يلفت الانتباه بشكل او باخر. لا لا لا، كل الطرق دي طرق تؤدي الى زيجات فشل. لكن الزيجة الحلوة زي العازر الدمشقي صلى، طلب ان ربنا يرشده، العلامة اللي حطها إيه؟ انسانة فيها روح بذل، روح تضحية، روح احتمال. المهم هو خلاص، هو حط عينه على مين؟ على رحيل. فراح عند خاله لبان. بص بقى، هيبتدي بقى ربنا يتعامل مع النفس دي، يبتدي يوضبها. اول حاجه قال له انا عايز اتجوز رحيل. ماشي، نجوزك رحيل. مهرها ايه؟ قال له مهرها 7 سنين. فاشتغل 7 سنين وهو معشم نفسه بمين؟ برحيل. في الفرح يعني ايه يعني احنا خدنا من اليهود والولاد خدوا مننا، يعني في حاجات مشتركه في العادات ما بيننا وما بينهم. هم عاشوا معانا 400 سنه، فيعني متطبعين شويه بطباع بعضيهم، فيعني ايه العريس ما يشوفش العروس. فالصبح وفي الصباح اذ هي لايقه البكر، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انت خدعت ابوك لما لبست وعملت وقلت له ان انا عيسى بكرك. راح مين خدعه؟ خال. ربنا بيخلص؟ لا، مش بيخلص، ربنا بيعلمه سكه الخداع دي يا حبيبي مش هتنفع. ولو انت خدعت ونجحت وانا سبتك، يبقى انا هخليك تكمل طول المشوار ماشي بنفس المبدا. لا لا لا، السكه دي ما تنفعش. طب الحصاد الثاني، قال له انا قلت لك عايز رحيل. بص بقى ايه، بص ربنا بيشد ودان يعقوب، بس ايه باللطف بقى. قال له لا يفعل هكذا في مكاننا ان تعطى الصغيره قبل البكر. يعني احنا الحته بتاعتنا دي بنحترم مين؟ البكوريه. طبعا فيها شده ايه؟ شده ود. ما هنا بقى حبايبي الانسان بقى في قعدته مع الله، احنا للاسف لما الامور تعاكس معانا، اف وفين ربنا وربنا معاندنا وما انا صليت وما ربنا سابني ليه ومش عارف ايه يا حبيبي اقعد اهدى كده، اقعد اهدى. ولما تهدى يبتدي ربنا يفهمك. لا، اللي خدعك دوت ايه ده؟ ده علشان فاكرين اخوات يعقوب، اخوات يوسف ولاد ابونا يعقوب، لما راحوا عند يوسف وقال لهم جواسيس انتم الى الحبس، فقال لك ايه؟ تذكرنا اللي احنا عملناه في مين؟ في يوسف. فالدقات مش ان ربنا بيخلص وان ربنا سابنا ولا ان القديسين مش بيستجيبوا الصلاه، لا، ربنا بيقول لك إيه؟ انا عايز اقول لك حاجه، إيه؟ اقعد اهدى كده. الذين بسبب التمرن قد صارت لهم حواس مدربه. اهي دي الحواس المدربه، يبتدي يفهم معاملات الله. طيب لما اعرف ان انا بحصد خلاص، ده انا هنكسر امام الله فعلا، يا رب عندك حاجه انا غلطان، ده قد جزينا باقل مما نستحق، لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه صغيره لنسيرنا مثل شربان عمور. مش هتذمر بقى وانا بحصد، بالعكس. داوود لما جاله ابن من زنا والولد كان عيان، قعد داوود في الارض وعيط وصام ومش عارف ايه وبتاع، والولد مات. قال لك ده لما كان الولد عيان، مين اللي هيروح يقول له ابنك مات؟ ده مش هيستحق. راحوا يقولوا له ابنك مات، راح قايم داوود وغسل وشه
ايه تناقض داود. داود فهم، داود فهم، قال انا بحصد، ففي الحصاد خلاص يا ربي انا استاهل، مفيش بقى مفيش شكوى. فحلو ان احنا نفهم معاملات الله يا احب. مفيش ضيقة بتيجي في الارض كده، مفيش مشكلة هو كده، هي الدنيا كده، هي البلد الدنيا في العيشة فيها ضيقات. لا مفيش كلام دوت. العالم فيه ضيق، بس الضيق ده مش كده يعني هو كده اعتباطا. لما انا اقعد بيني وبين ربنا، طب رب فهمني ايه عايز تقول لي ايه. حبيبي انا بفكرك ان انت عملت كذا. مش هنقعد نغوص جوه نفسينا حبايبي برضو، ارجوك يعني ما خلينا ايه ربنا يحط الكلام في مكانه. مش هقعد انا بيني وبين نفسي بقى هقعد اغوص في عشتي بقى، وانا ده وانا صغير وانا في ابتدائي وسرقت شنطه ما نغوص جوه نفسينا حبايبي. لكن روح ربنا، روح ربنا وانا بصلي تبص تلاقي ربنا كشف لذهن الانسان. مش بالفكره حبايبي، صدقوني اخواتي ارجوكوا يعني ما ناخدش الكلام ده. طب انا بقى ايه لما حجني دي هقعد بقى كده افتكر بقى من وانا كنت في بطن امي عملت وسويت؟ لا 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 لا, لا. ربنا وانا واقف قدام يا رب فهمني، يا رب ارشدني، وابقى بصلي بقرا في الانجيل حاضر قداس. لا ربنا راح جايب لي ايه فكرني بموقف، الا فعلا ده انا عملت كده. بس هو ده اللي بيبقى مراجعه ربنا. لذلك موضوع فحص الضمير دوت ولا مش عارف اللي يعني ماشي بنتدرج بيه مع العيال، اقعد اسال نفسك عملت سويت الوصيه بتاع، بس مش دي التوبه. التوبه ان انا اقعد في محضر الله واقول يا ربي تكلم فإن عبدك سامح، قول لي يا ربي. لما بقى الواحد يتعود يقعد مع ربنا كل يوم كل يوم كل يوم، وأنا بصلي وأنا بقرأ الإنجيل تبتدي تسمع صوت، تلاقي ربنا بقى يبتدي إيه ينور، دي بسبب كذا دي بسبب كذا، دي عايز أنبهك لكذا. فخاله خدعه عشان ربنا يفكره إن يتوب إنه خدع أبوه. احتقر البكورية بتاعت عيسو، ربنا يفكره لما يجي يقول له عايزين الصغيرة يقول له لا تاخد البكر. طيب قال له عايز رحيل خد رحيل. طبعا هو هنا في رمز لطيف يا حبايبي، طبعا عارفين كل شخصيات العهد القديم في الجانب المضيء بتاعها هي بترمز لربنا يسوع. فأبونا يعقوب هنا رمز للسيد المسيح، ارتبط بامرأتين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. مين البكر؟ مين الأولى؟ كنيسة العهد القديم، وهي دي اللي حجب له أولاد دلوقتي اليهود اللي هم أثمروا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإشعياء وإرمياء. في الوقت دوت كان كنيسة الأمم عقر اللي هي تمثلها رحيل. لذلك يقول لك لايقة كانت عينيها ضيقة، رحيل عينيها إيه واسعة. كنيسة العهد القديم كان لسه في برقع محطوط، لسه لم تدرك أسرار. يعني لما بيقول ربنا يسوع للتلامذة لما يتكلم عن الصليب يقول للتلامذة كان مخفى عنهم، ما هو التلامذة عارفين ان في حاجة اسمها موسى رفع حي نحاس وعارفين، بس اللي مخفى عنهم انه ده اتابي ده الصليب اتابي دوت جسد الرب ودمه اتابي الصخرة اللي اتضربت، ما كانوش لسه مدركينها. فتح اذهانهم ليفهموا الكتب، فبقت لايقة ديت يعني العينين الضيقة. لكن رحيل كنيسة العهد الجديد العينين الايه؟ العينين الواسعة. لذلك لايقة قعدت تخلف. بص أول ولد جابته اسمه رأوبين، قالت إيه؟ الرب نظر إلى مزلتي إيه إنه يعني يعقوب بيحب رحيل وما بيحبنيش، فربنا رح أغلق رحم رحيل وراح مدي لايقة رأوبين. جابت الولد نمرة اتنين شمعون، قالت الرب سمع إني مكروه، شمعون جاي من سمع فسميته شمعون. جابت ولد ثالث لاوي، قالت الآن يقترن بي رجلي، لاوي معناها اقتران. رابع ولد جابته يهوذا، هذه المرة أحمد الرب، يهوذا يعني حمد أو تسبيح. أول ما جابت يهوذا انقطعت عن الولاد، وكأن كنيسة العهد القديم قعدت تثمر 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 لغاية ما جه المسيح اللي من سبط يهوذا وتوقفت عن الإثمار. كأمة رفضت المسيح. في الوقت ده هتبتدي بقى مين تخلف من الناحية التانية؟ رحيل. يعني فهي يعني فيها رمز لطيف للسيد المسيح. لكن رجعنا بقى لأبونا يعقوب،
قلت لك تأديب ربنا، انت اخترت رحيل مش انا اللي اخترتها لك. طب اللي انت اخترتها ديت نمرة واحد عاقر، عشان ربنا يعلمني ان اختياراتي ان انا ما اختارش بحسب مرأة عيني. انا ارجع له، عجبتني، عجبني الاختيار دوت، بس ما كانش هو ده اختيار ربنا، فكانت النتيجة انها مش بتخلف. كانت النتيجة ان مش اللي مختارها لك ربنا يا يعقوب، لان مين اللي جه منها؟ المسيح؟ لا، مش رحيل. مين اللي اتدفنت معاه في مغارة المكفيلة؟ لا، رحيل اتدفنت في السك، وهو راجع في الطريق لبيت لحم، قرب بيت لحم، ماتت رحيل وهي بتولد بنيامين، فما اتدفنتش معاه. فربنا عايز يعلمه درس ان في الاختيارات ايه؟ ترجع لنا، ما تختارش انت بايه؟ بفكرك. اجي في اي سكة قبل ما، ودي نقطة برضو مهمة حبايبي، يعني ساعات الواحد يبقى طول حياته ماشي بفكره بكل حاجة، الحاجات اليومية، اجي بقى عند مفترقات طرق، اسافر ولا ما سافرش، اتجوز ولا ما اتجوزش، اروح ولا اجي، يا ربي ارشدني. مش هرشدك، مش هرشدك، او بمعنى ادق هرشدك بس انت مش هتسمع. ليه؟ لان انا مش متدرب. حبايبي معرفة مشيئة الله دي مش وليدة لحظة. انا عايز النهاردة اعرف ربنا، لا ما فيش كلام دوت، لكن انا طول الحياة بطوع مشيئتي لمشيئة الله، بطوع افكاري لافكار ربنا، باخضع رغباتي لرغبات الله في كل حاجة، من بداية ما بقوم الصبح، يا رب يومي كذا وترتيبي كذا، وناوي اروح الحته الفلانيه، اتصرف يا رب في الموضوع الفلاني، دبر الامر العلاني، ارجع اخر النهار لما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعل، يا رب النهارده حصل كيت وكيت وكيت، يا رب الموضوع ده انا لخبطت فيه، انت يا رب صلحه، اشكرك يا رب اديتني نعمه ان الموضوع ده وتتحل بصوره فيها نعمه وفيها بركه. وطول الحياه انا خاضع. فبتبتدي الإرادة بتاعتي تتشكل بحسب فكر الله. فلما باجي في أي مفترقات أنا بديت أطوع ذاتي، وعلى قد ما أنا خاضع ذاتي لله على قد ما مشيئة ربنا بتتنفس في حياتي. لأن مشيئة ربنا هي إيه؟ هي القرار اللي أنت هتاخده. مشيئة ربنا إيه؟ هي القرار اللي أنت هتاخده. فعلى قد ما انا بخلي ربنا يشكل ارادتي، على قد ما بيبقى القرار متفق مع اراده الله. لا، انا طول حياتي ماشي بفكري، وجيت عند المفترق دوت ويا رب قول لي، لا ما يقول، لان انا مش سامع. فاهميني يا حبايبي في الحته ديت؟ يعني انا مثلا كشاب اتربيت انه بص الجواز دوت احنا عايزين واحده غنيه، عايزين واحده مش عارف قالتها مش عارف ايه، عايزين واحده معاها فيزا امريكا مش عارف ايه بتاع مش عارف كده. ايه انا 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 من المنشا انا ايه الحته دي بتكبر جوايا. جيت عند الجواز، يا رب ارشدني. انا مش سامع غير اللي انا متربي عليه. انا عايز غنيه، عايزه حلوه، عايزه معاها فيزا، عايزه مش عارف معاها شتيه، مهما ربنا يقول لي دي، ما في دي لما بشوفها مش عجباني، انا لما بشوف دي مش عجباني، فهعرف منين اراده ربنا؟ انا من جوه، من الصوت اللي جوايا. لما ابتدي انا بقى من بدايه الطريق، لما ابتدي بقى اعي الروحيات، لا ربنا بيقول كذا، لا يبقى شيل الحته دي وحط كلام ربنا، ربنا بيقول مش ده اساس الاختيار، لا شيل الحته دي وحط كلام ربنا، على قد دي، على قد ما انا هشوف وهنفذ وهخضع لاراده الله. طيب احنا طيب يعني يبقى احنا شفنا النشأة بتاعت يعقوب، الحياة الأولى، شفنا ازاي لقاؤه مع ربنا قبله زي ما هو، يبتدي بقى يعيش مع ربنا، يبتدي ربنا يصلح له الايه؟ المفاهيم، ويصلح التوجهات. ايه الشيطان بقى هنا مكار، بيتدخل الشيطان بصورة حجري شوية، معلش سامحوني. بعد ما اشتغل 14 سنة راح لخاله قال له اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أنا خلاص بقى عايز أرجع. يعني يمثل ده التغرب عن الله، الحياة بعيد عن ربنا، أنا عايز أرجع لبيت أبويا، عايز أرجع لبيت الآب. بص بقى مكر الشيطان في الحيل اللي قالها لابان، ليتني أجد نعمة في عينيك، أسلوب المسكنة،
باركني الله بسببك، يديها شكل روحاني. بص الشيطان ازاي عايز يمنع النفس دي من انها ترجع، يبدي شفقة على الإنسان في غير موضعها، يلبس السكة الغلط فكر روحاني، ما أنا لو سبتها دي حتروح وحيخلوها تسيب المسيحية، لا خليني جنبيها، الشيطان يعني يلبسها كده تلبيسة روحية حلوة. قال له عين لي أجرتك فأعطيك، يعني يبتدي يغري بإغراءات العالم. بمعنى إن لما بتبتدي النفس بقى عايزة تتفك من إيد إبليس، ما تتوقعش الشيطان هيقول له إيه، هيقول له امشي. يحاول يستخدم كل الطرق اللي فيها مكر واللي فيها حيلة واللي ممكن مرات كتير يلبسها شكل روحي، مرات أخرى يلبسها إغراءات مادية. طب كانت النتيجة إن إيه؟ إنه علشان ينجو يعقوب من الفخ دوت، بيقول لك خدع يعقوب لبان إذ لم يخبره بأنه هارب. لو أنا عايز أسيب سكة الخطية دي مش محتاجة إفصاح، يعني حد مثلا يبقى في علاقة معثرة، بص يا عم إحنا كده وحشين وبتاع ولازم كل واحد بقى ونروح نشوف حياتنا ونبعد ونتوب، وبكش. لو أنا عايز أتوب أنا أنسحب بدون إيه؟ يعني تخيل أبو زكا مثلا، زكا عارف ان المسيح هيعدي، لو راح زكا لاصحابه ايه رايكم يا جماعه انا سامع ان يسوع هيعدي من هنا النهارده وانا بفكر اطلع فوق الشجره وعايز ابص له مش عارف ايه وبتاع، هيقولوا له برافو عليك، ايه الخيبه بتاعتك، حد يعمل كده؟ انت راجل اتسيت نفسك، انت عايز الناس تضحك عليك؟ فالقرارات الروحيه دي مش بتاعه مناقشه ومش بتاعه اعلان ومش بتاعه افحاص ليه؟ لان الشيطان مش بيسيب النفس. فديت لم يخبر يعقوب لبان، عايز اخد قرار توبه، دي مش محتاجه مناقشه مع حد، دي مش محتاجه زي ما بقول لك مثلا بنشوفها كتير تبقى علاقات مش لطيفه، طب احنا هنتفق وخلاص ودي اخر، ما تضحكش على نفسك، عايز تقطع يبقى ايه بدون ايه، بدون اعلان، هي تاخد القرار وتقفل الباب. فهرب يعقوب، يقول لك فاخبر لبان في اليوم الثالث بان يعقوب قد هرب. يوم الثالث يوم القيامة، بدأ يعقوب يتمتع بالقيامة، يبتدي الشيطان يحس النفس دي بدأت إيه؟ بدأت تفلت من إيديه، سعى ورائه مسيرة سبعة أيام، يعني عايز يقول له إن حتى لو هو خرج من إيد لبان، لو عتق من الخطية، سيظل الشيطان يحارب الإنسان سبعة أيام، ده طول أيام إيه؟ طول أيام غربته. طيب التحذير بقى هنا إنه لما لبان اتقابل مع يعقوب، قال له خلاص عايز تمشي امشي. بس لماذا سرقت آلهتي؟ بمعنى حبيبي أنا عايز أتوب وتركت سكة الخطية، قلنا ده قرار هاخده أنا بيني وبين ربنا بمشورة أب اعترافي، ما فيش فيه كلام، ما فيش فيه إفصاح، ده قرار داخلي أنا خدته وبحزم. طب وأنا هربان ما خدش حاجة من البضاعة بتاعت مين؟ بتاعت لبان. هو خد من عند لبان الإيه؟ الآلهة بتاعته. كان مين اللي شايل الآلهة؟ رحيل. يعني ايه؟ يعني وانا بترك سكة الخطية، عارف ايه اللي يخلي الشيطان يقدر يلاحقني تاني؟ انه في حاجة من بضاعة الشيطان الاقيها فين دي؟ الاقيها في الحاجة اللي انا بحبها، الحاجة اللي انا متعلق بيها، هي دي اللي الشيطان بيروح ايه؟ مرجعني منها تاني. عايز تبعد؟ قال له عملوا رجمة زي عمود كده تسكار، يعني قال له لن تتجاوز تخومي ولا نتجاوز ايه تخومك، يعني تحط حد فاصل ما بيني وما بين الايه، ما بيني وما بين الخطيه. سكه الرجوع بقى، ربنا حب يفرح يعقوب، فاول حاجه شاف الملائكه، ليه؟ ربنا عايز يقول للخاطي ان السماء فرحانه بتوبتك، ان في مؤازره، في مؤازره حبايبي، هي الحته دي يعني ارجو ربنا يحطها في قلبنا، في مؤازرة لينا من كل الذين سبقون. صدقوني يا حبايبي، في مؤازرة، في مؤازرة، ما انفصلوش عننا، ما سابوناش، يعني بصدق ما بيغيب عن ذهني لحظة، بقول لكم منتهى الأمانة، لا أبونا أرسانيوس ولا أبونا دوماديوس بالنسبة لي، يعني باستمرار، يعني صدقوني ساعات بحس إنها علاقة صدقوني أقوى من لما كانوا بالجسد. فاللي سبقونا حبايبي مش بيسبونا، ثقوا 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 في دي، في مؤازرة سماوية لكل السائرين في طريق التوبة. الحاجة الثانية
انه بدا يعقوب يسمع عن اعمال عنايه الله. اله ابي كلمني البارحه لما لبان راح له، معلش انا جريت في الاخر، لما لبان راح له وقال له ان انا كنت ناوي اعمل واسوي فيك، لكن اله ابائك ظهر لي وقال لي لا تكلم يعقوب بخير او شر. يبتدي هو يسمع عن معاملات الله. هختم بالجزء اللي انا قريته، معلش يعني الصراع بتاع يعقوب هو دي بقى يعني حياتنا اليومية. الله بيصارع معنا. ايه الصراع دوت؟ ان انا متمسك بمشيئتي بفكري الخاص، وربنا عايز يكسر ارادتي، فربنا بيصارع معايا. انا عايز كذا وربنا عايز كذا، انا عايز كذا، فاحنا بندخل في الصراع دوت. يقول لك لما رأى انه لا يقدر عليه، يعني ربنا مش قادر على يعقوب. تقولي ازاي ربنا مش قادر؟ اما هو في الاراده ربنا ما بيغصبكش، هو ربنا بيحاول معاك، عايز يخضع ارادتك لارادته. احنا مرات كتير بنعاند، فربنا مش هيكسرنا غصب عننا. فعمل ايه ربنا؟ كسر حق فخذه، فبقى يمشي يعقوب يخمع على حق فخذه. يبتدي ربنا يشعر النفس دي بضعفها، يوريها انه الاراده بتاعتها لما هي مشيت بيها خسرت. ادي اللي معنى اللي ماشي بايه، بيخمع على حق فخذه. فبدا يعقوب يقتنع ان انا مش هقدر امشي بايه، هقدر امشي في فكري. هنا اتغير من يعقوب الى اسرائيل، لانك جهدت مع الله والناس وغلبت. انا عارف انا جريت في الاخر، يا دي كده كالعاده نطول في الاول وبعد كده ايه نجري في الاخر، بس يعني ارجو ان احنا نكون يعني خدنا تصور مش لحياه يعقوب، لمعاملات ربنا مع كل نفس فينا. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.